هو بفضل الله انا المبادره بتاعتنا اسمها نشوف بلدنا على العجله. هو النهارده جايين نشارك في اليوم العالمي للدرجات، وده يوم بينعمل على مستوى العالم مش في مصر بس. بس الجدير بالذكرى ان مصر بتعمله في مكان العاصمه الاداريه الجديده، علشان نقول للعالم شوفوا مصر في وقت قياسي عملت منشآت عملاقة. احنا جينا النهارده كلتنا يعني نشارك في الحدث ده، الحدث الجميل ده في العاصمة الإدارية هنا، في وسط المنشآت وفي وسط المباني وفي وسط التعمير وفي وسط المكان الجميل الحلو ده. دي المرة الثالثة نشارك فيه. طبعا الرياضة أسلوب حياة. النهارده اليوم العالمي للدرجات، وده يوم الأمم المتحدة حددته في التوقيت دوت لكل العالم، بيدعو الناس أولها طبعا للسلام، ثانيا إن احنا نتنشق ونستخدم أفضل أداة للتجوال في العالم كلها، وهي رياضة الدراجات. بالنسبة لو عشان بيبقى زحمة شوية، فالناس على قد ما تقدر لو بتحاول تحافظ على النظام وكده، بس بيبقى اليوم بيطلع جميل عشان الناس كلها تبقى موجودة وكده. بيبقى كويس طبعا جدا، عشان بنطلع مع وزير طبعا وبنبقى ماشيين وراهم، ودي طبعا حاجة شرف لينا طبعا على اللي بيحصل ده. هو بيبقى ان احنا نمشي مع الوزير ده طبعا شرف كبير قوي لينا، وبيدينا دافع اكتر ان الوزير مهتم بالرياضة ومهتم بينا اكتر، واحنا بنبقى فخورين بحاجة زي كده، وان هو اصلا يمشي في وسطنا. عارف انت اللي هي فكرة لو احنا بنفرح وهو معانا يعني. بس النهارده في وجود معالي المحافظ، معالي الوزير خالد عبد العال، الحقيقه اللي بيشاركنا دايما ومش المره الاولى. احنا طبعا اليوم الرياضي للدرجات والماراثون اللي بنعمله سنويا امام يعني ميريلاند في مصر الجديده المبهر، النهارده كمان سيادته موجود معانا، في اكتر من 5000 مشارك كمان مع الاتحاد المصري للدرجات، علشان يلهم ويعني الشباب اللي موجودين. لكن الأثر الكبير إن احنا موجودين في العاصمة الإدارية، في الحي الحكومي، ساحة مصر، مجلس الوزراء، كمان البرلمان المصري، كلها كمان رسائل من الرياضة للاحتفاء بهذا اليوم. دايما توجيهات القيادة السياسية بشبابنا، لأن هم مستقبل مصر، ولما نهتم بشبابنا بنهتم طبعا بصحتهم أولا، ولما نقول صحة الشباب يعني نقول ممارسة الرياضة. ومن هنا كان يعني وزارة الشباب والرياضة النهاردة أطلقت مبادرة يعني صحتك في درجتك.